بكل الجمال نلتقي مشاهدينا عبر هذه الظلال الوريفة، ظلال الأصيل، نعود مجددا. وواحدة من الفقرات اللي احنا دائما بنجمع فيها بين الكلمة واللحن وهما دائما وشيقة حب وجمال تمنح الحياة أمل وبشرة. في فقرتنا اليوم حنجمع بين حاجتين جميلات جدا فنانات، الكفر والوتر. وصاحب التجربة اليوم جمع بين الاثنين، بين الكفر وبين الوتر. أنا سعيدة جدا أنه ينضم لي في هذه الفقرة الفنان والمطرب عوض الطيب البشر، حيكون معنا من خلال هذه الفقرة، وهو يعني من الشباب المميزين جدا في الأعمال الفنية كتابة ولحنا وأداء، ولاعب كرة مميز جدا. أنا بحييك عبر ظلال الأصيل وبقول لك مساء الخير، نورتنا كثير. مساء السعادة عليكم، إن شاء الله نكون خفيفي الظل على مشاهدي ومتابعي قناة الشروق الجميلة. شكرا لحضورك، ويعني يعني واحدة من المناطق السودانية الجميلة أنجبت فنان اليوم، هو طبعا من أبو جبيهة ولكن نشأ وترعرع بمدينة ربك، ويمكن هي أخرجت هذا الإبداع المتكامل أنا أقول عليه في هذه المساحة. وحنهدي كل المشاهدين قبل ما نبدأ حوارنا لحن جميل نقدمه لهم كبداية تعارف. نبدأ اليوم بحاجة عظيمة إن شاء الله نتوفق فيها، عبد القادر الكتيابي وبدر الدين موسيقار، بدر الدين عجاج والراحل المقيم صوصي أحمد، إن شاء الله نوفق فيها يعني لمحتك إن شاء الله. منارة بسمتك سارية
الديار غير سكة الديار وقول يا انتي أقول يا انتي أغرق أقول يا انتي يا أغرق ألوح لمدن ارجع بيك ارجع بيك قبل الحق انا واخاف غيم المنى الشايل تسوق ريح ويتفرق الشايل تسوق ريح ويتفرق أخاف وخاف أخاف وخاف أخاف وخاف أخاف وخاف وش تساعد على المقداف وجيك بقدرة الباقية خطى من موسم بشق الدنيا مقسم قلبه في الأحزان أجيك فنان
داري واحكي لك حكاية إنسان وهبني سكتك نفسه رسم صورتك على حسن ربط ساعد على المقدار ربط ساعد على فطر رجع بيك ارجع بيك قبل الحق انا اخاف غيم المنشايل اسوق الريح ويتفرق يا ماني سرها مواهبي عليه بدي دفق ولاقيك يا ماني سرها مواهبي عليك بدي دفق أخاف وخاف شكرا للأداء الجميل وتحية وتقدير للشاعر عبد القادر الكتيابي. مساء الخير عليك من خلال هذا اللقاء وشكرا جميلا لهذا الأداء والكفر والوتر كتابة الشاعر التلحين يمكن دي كلها ملكات متميزة عند فناننا اليوم عوض. يعني أنا دايرة أشوف الحكاية شنو كل الحاجات دي يعني ما شاء الله تبارك الله. والله حكاية يعني أنا خلاف إنه أقول فتحا من كريم مو تصنيف لبيبو ما حقدر يعني اعبر باكثر من كده. بالاضافه ل قادر توفق يعني دائما في حاجه بتطغى على حاجه. لا التوافق ده طبعا صعب لكن انت اذا كان عندك حاجه بتعملها او حاجه بتحبها بتعملها غصبا عن يعني. اي ظرف كان صحيح يعني ممكن تلقاها طاغيه على باقي الحياه كلها اي بتتشد من يمين وشمال لكن بتلقى انه يا اخي دي ما حته اللي انا بلقى روحي فيها بتلقى نفسك في أيوة. كل المجالات دي ايوه. ودرست الاي تي بجامعه السودان العلاقه شنو بين الاي تي والحاجات اللي احنا تكلمنا عنها؟ ما في اي علاقه طبعا. ما في علاقه كيف؟ يعني ما في علاقه فبرضه الاي تي فن يعني. والله هو فن لكن يعني قد يكون فن بالنسبه لل قاعد نتناول فيه وعموما الحياه فن
صحيح. كويس، اي ضرب من ضروب الحياه هو فن. انت كونك عندك التكنيك المعين اللي بيخليك يعني تكون نص المجتمع او في وسط المجتمع، انت قادر تتعامل مع المجتمع بطريقه مريحه، صحيح، بطريقه سليمه، هو ذاته فن. لكن انا ممكن ارجع لك ال 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 المشارب المجتمعات المختلفه، صحيح، بالنسبه لي انا يعني انت من تبدي من جنوب كردفان، جبال الشرقيه، مدينه ابو جبيها، حي البسطة، يعني المنطقه ذاتها عندها تاثير. ايوه، التاثير بتاع الايقاع، التاثير بتاع الفولكلور، التاثير بتاع المنطقه، بتتنقل لحته ثانيه مختلفه تماما. صحيح، تجي تلقى نفسك انت في النيل الابيض. التنقل ده هو ولد فيك الطاقه الابداعيه دي، يعني هو نمى او نمى، يعني انا بقول هي الموهبه ما هي اساس، لكن هو نمى، لانك انت كل ما شفته بتحاول تغارن او بتحاول تشربك الخيوط دي مع بعضها. فلما جينا للحاجات دي كلها، الخلاصه حقتها جامعه السودان والاي تي، الاي تي ما اضاف لي حاجه يعني، لكن مجموعه الظلال صافيه جامعه السودان. وعلى ذكر الظلال يعني هسه انا مرتاح شديد لانه في الظلال اصلا. يا سلام، فمجموعه الظلال يعني اضافت لنا معرفه، واضافت لنا سمع، واضافت لنا يعني هي كلها طبعا تجارب. ايوه، بتفيد المبدع ده، استغلتنا يعني. صحيح. حتى الناس اللي قدامنا كان عندهم تجربه وجهونا. ما انت لما تكون عندك موهبه وتلقى التوجيه الصحيح في الوقت المناسب، قد تحدث الفارق يعني. طيب انا يعني اذا فعلا انا بوصف حالتك دي بالطاقه الابداعيه، واذا كان في طاقه ابداعيه ضروري انه يكون في ذخيره معرفيه تعزز الطاقه دي. طبعا انت عندك طاقه ابداعيه وما عندك ذخيره معرفيه، حتكون محدود ابداعيا، لانه القوالب اللي بتستخدمها حتتكرر. صحيح. طول ما عندك الفوكابلري، طول ما عندك المعرفه، طول ما عندك الاكتشاف، طول ما عندك يعني لازم يتعزز بالمعرفه. ايوه، المعرفه هي بتعزز الحاجات دي يعني. انت مهما كانت موهبتك واذا حتصل حته معينه، واذا بدون معرفه حتتسقف على كده، حتلقى نفسك داير في حته والناس في حته. زي احمد زحزح قال نحن بنغازل في القمر وهم طلعوا فوق وتنقزوا. فديلك طلعوا فوق في القمر ونحن بنكون قاعدين نغازل لسه. فدي اشكال يعني. تحيه لاحمد زحزح، هو احد اعضاء. طيب نسمع عمل اخر. I'm not afraid.
علي بكل صراح، النسيم يشفينا ولم يزيدنا جراح، قلبي ما محببة لي جدا جدا. أنا بحييك على الأداء، ويعني أنا عرفت أنك أنت برضو حصلت على المركز الأول في مهرجان التعليم العالي من خلال العمل الفردي والعمل الجماعي عبر كولار جامعة السودان. أنا أفتكر أنه دي يعني محطة مهمة جدا في حياتك. لا يا أخي، دي قد تكون مهمة، لكن أنا قاعدين نعاني دائما في حتة مهما كانت موهبتك مهمة، مهما كانت بصمتك في اتجاه معين، خصوصا وانت طالب، يعني بتلقى الرعايه ما قدر الموهبه. انت ما وصلت
نقدر نقول كذا؟ والله ممكن تقولي أنا انزويت يعني. انزويت. انزويت باعتبار إنه يعني ال 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 موضوع مؤلم صراحة يعني. لأنه في الجامعة كويس كمية الطاقة الإبداعية وكمية المجهود وكمية النشاط أنا قاعد أقول ما قاعد يكون مقدر تماماً. من تدي كل طاقتك ومجهودك وزمنك. أيوة أنت تفاصيلك. أنت في اللحظة دي يعني لحظة اللحظة دي يعني لو لقيت بس تكريم مناسب أنت كطالب. يا سلام. قد يحدث نقلة في مشوارك يعني. لكن يعني أتمنى إنه. إحنا دائماً بنقول رب دار نابعة ويمكن الانزواء ده خلى يعني الفنان المطرب الشاب عوض يتجه إلى إنتاج أعمال خاصة. نسمع عمل خاص. هنسمع المبادئ واحد من الأعمال اللي اتكتبت في شندي يعني على ذكر شندي يعني أنا حي أوتار سريع كده يا صراحة Thank you.
حبيبة. ما بوصيك وانت عارف يعني ايه تعني الحبيبة. الحبيبة الطفلة دابة الطبيعة الدنيا شانك كل التفارق كل سحابة. الحبيبة الغيم ربابة لما بيك الوازعة تضيق تلقى عندها كون رحابة. الحبيبة نور المحنة الحبيبة عيون حنة. الحبيبة نور المحنة الحبيبة عيون حنة. الحبيبة بلا مظلة في دواخلك ليها شنة وليها رنة. الحبيبة دار المحنة الحبيبة عيون حنة. الحبيبة دار المحنة الحبيبة عيون حنة. الحبيبة بلا مظلة في دواخلك ليها شنة وليها رنة. انت ماشي على البسيطة خلي خطواتك بسيطة. انت ماشي على البسيطة خلي خطواتك بسيطة وارمي للناس السلام. املى ذاتك بالمحبة وابقى دفيق احترام. املى ذاتك بالمحبة وابقى دفيق احترام وابقى انسان بالتبادي شتت العيش للحمام. ابقى انسان بالتبادي وشتت العيش للحمام. شتت العيش للحمام. حمام السلام. التحية لك. ويعني احنا في الخواتيم وجبالي تحدثنا عن التنقل اللي حصل لك من أبو جبيهة مرورا بربك والخرطوم ويعني والتنقل المستمر ومركز أوتار الموسيقى والفنون بشندي. وشندي معروفة بإيقاع السيرة يعني هذا الإيقاع الجميل اللي فيه حماسة كبيرة جدا. طيب احنا يعني حنسمع عمل جميل. فاحنا في الختام كده حنقول لكل مشاهدينا دي كانت فقراتنا الموجوده من خلال ظلال الاصيل. وهذا الجمال وهذا الابداع وهذه الفقرات اللي فيها بالتاكيد معلومه وفائده لكل الفئات اللي بتتابعنا من خلال هذا المساء. شكرا للتيب العامل اللي رافقنا من خلال هذه الامسيه ومن خلال هذه الظلال الوريفه جدا. وشكرا لكل التيم العامل وشكرا لكم متابعينا. غدا فريق جديد وفقرات مختلفه. كونوا دائما بخير وفي امان الله.
الحجج وانا اخويا مظلام الحجج Yeah.